عسلامة. عسلامة مرحبا. السلام عليكم. عسلامة مرحبا. قدموا لي رواحكم. هذا من قبلي، هذا من طوزر، هذا من الدهماني من كيف. الدهماني من كيف. أسامي. بيكم الأولاد حدانا، اخترنا باش نحكيو على أزمة البطالة ورحلة البحث عن العمل. محلى البطالة تبدا فرانك لي دور لي، ما عندكش بروجي معين باش تعمله في النهار هذاك، بيه البطالة مش خايبة معناتها ماشي. وتونس تشجع معناها. تنشجعك على البطالة. كيفاش؟ كيفاش عز؟ كيفاش تحكي هك؟ العشية فهمتني تعطيكم مصروفك 2000-3000 تمشي تعمل قهوة جاوك بيها على الآخر معناها تعيش مريقل. إيه شنو؟ أنا كيف هموم اللي يحسوا من يتعدى لي عاد. البطالة باهية ما عندكش حاجة باش تعملها كراف باهية البطالة مش خايب. هي راهي البطالة مش خايب. مازلت عقدة فيك النوارة؟ ابتلا مش حل وكما نقولوا انا اللي يسعى يلقى. راهو هو انت كان تحب تخدم كتلوج تمشي تلوج على خدمه ماكش باش تلقى عند الاول الثاني الثالث في الاخر باش تخدم باش تلقى خدمه باش تخدم وباش تتعب وهذيك هي لازمك تتعب باش تلقى. راهو هو تعب ولقى. راهو هو تعب ولقى ولا خلي الحوار يكون جدي شويه. جد مانيش مصدقتكم قلتوا لي البطاله باهيه. ليه بيه البطالة ميساج كي تبدا عندك فلوس. انا مثلا مكلع بيض عادي كان انا مثلا اسمي نور الدين نجم بدل الفقر نعمه. انا مكلع بيض كان نخدم شوي نطغر صح. الفقر باهي دي بيه محلي على الاخر صح. انا تصورها تو فيش محلي الفقر بيه على الاخر نعمه مني عمل ليها سبحان خيانة اللي جعلته. يعني جوع ما تلقاش باش تاكل تمرض ما تلقاش باش تداوي حاجه باهيه. هي على الاخر هذاك بتي لي عند الله معناتها نتصور يعطيني مليار وقسم بالله لا نحبس لك ولا نقف لك. يا رب بالنسبه لي انا مش باهي. بالنسبه للناس الكل مش باهي. يلقى بجوع ما يلقى يمرض ما يلقاش باش يداوي باش ياكل ما يجيش معناها لازم الواحد يتحرك يجيب نهاره ينطر نهاره كاو باش ياكل ويشرب لازم اكيد لازم. ما في الاخر ياخذ فخر يروح. علاش؟ يخاطروا في تونس. فما برشا في تونس لاباس عليهم. شكون اللي لاباس عليهم؟ برشا. لاباس عليه خلى له ابوه خلى له امه، شكون اللي لاباس عليهم؟ برشا قراوا على رواحهم وخدموا لاباس عليهم الحقيقه. شكون اللي قرا على روحه؟ شكون فسر لي برشا؟ عندي خويا قاري. اغلبيه الشباب كلهم قارين معناها. انا وصلت دوزيام اني وبطلت. انا خويا عندي باك، خويا باك بليس 5 مهندس. ما بطل. يخدم في معمل ب 300,000. اما فما شكون قرا وصل وخدم معنا. اي ذاك ابوه وامه راهو ريت ياخذوه ابوه وامه حتى في القرايه ما يلقاش وحتى في الخدمه راهو ما يلقاش ومستحيل راهو كيمشي يلقى. مثلا ثم كلمه بار سهله على لحظه. اسمعني عندك جدك وابوك كاسحين ومعبين راك تقرا تلقى. عندك راك زويلي جدك وامك وابوك زويوله راك تقرا ما تلقاش زيد راهو. ابعد على مال بوك وجي نحكي ورجال صافيز صحي. يعني تنحي اموال بوك على جنب و اي جعتيني انت شنو تسمع. ما عارف بوك زاده صح ما عارف بوك زاده وما عارف امك. صمم بالله ابعد على فلوس بويك وامك ابعد على ودي عاجل من الاخر تتفهم الدنيا. ابعد على فلوس امك وبوك تتفهم الدنيا. ايش بالدمير شوي شي شوت. ابعد على فلوس والديك وجي نحكي ورجال صافيز. تدعيش يا راجل والله صدقني ما داوك وما تتعامل يا تعلي كان في حاجات. اقسم بربي نعيش في عيشه محلى على الخس عامل يوم صغيرات تخدم على روحك ركب ان شاء الله تعدي برج وليا برحمه بوك لا تعدي بالليل توسع ساعات حك الركب 20 سنه ما عندكش حق سيجارو. حق سيجاره 300 فرنك ما عندكش 20 سنه. تونس هذايا تونس هي ديري تلاوج بعدين شكون عنده باكو دخان نجم تعديها صح. لما حالة بعد 18 ولدك جايب 18 33 ما شاء الله عليه ان شاء الله ربي يوفقه وينجح. والله ما احلاه صحيح نجم تكون بطال نجم تكون ما تخدمت ومقسما بالله اللي يسعى يلقى. تحب تدخل تخدم تلك البلاد هذه ما احلاها على الاخر صح. اما احنا نكونوا في المستوى الاكثر اقل اللي يحب يخدم 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 ونجم يعيش. معناها الشباب ما يحبش يخدم؟ ما يحبش يخدم. الشباب ما يحبش يخدم. انت تخدم ولا الحقيقه؟ نخدم انا نخدم. تخدموا؟ والله نخدموا مع بعضنا. انا وراس العاده عارف. وكل واحد من شارع. انت عارفهم؟ انا جايب انا احكي لك شنو هي. انا الشباب كان يحب يخدم يخدم. اما الشباب كذبنا عليك كذب من مطر وانا من الكيف. ريت شنو هي؟
عايشك ربي يخليك. ريت احنا شنيا زيلة مش ماتر زيلة زيلة. كيفاش علاقتك انت والخدمة متاعك؟ خويا قبل نكونوا احنا بيرسونيل وخيين نخدم أكبر كل شيء هذو مع عائلة والله هم أحلام على الأخر. ورا وريت الأربعة كزفر اتسامة كل حاجة تمشي بلاصة تعملها. كيفاش؟ سمعنا في الكليام ربعة. يعني كيفاش تكون وكيفاش تولي؟ غادي نجيبه في الفلوس لأن نفسدوا في الفلوس وضعب. إن شاء الله تكون فهمت الأخرة من الأخرة. ما أكبر من بعضكم ولا كنديد ولا؟ أخويا كبير به هذا يريد وهذا يبطويلة. أنا 19 سنة صغير خويا. أصغر واحد فينا هذا أنا عمري 20. دي 32 سنة ومدام شبيك حقرتني مدام جيبتك مازلت صغير. اي مازلنا صغار تو نكبر والله قدامك نكبر تو كل جيما نتعدي لك. علاش اخترت باش تكون صحاب انت وياهم؟ والله يشوف اخترنا الكل باهيين كلنا قلوبنا بيضا ما اخترناش بعضنا احنا لمتنا خدمة واحدة وارتحنا لبعضنا. ما كنتش اصحاب من قبل؟ مانيش اصحاب من قبل الدنيا للدنيا صور نصاحب واحد كيف هكا الدنيا العمل. لا لا انا وهذيا اولاد حومة واحدة جينا نخدم لقينا ذا يخدم في برج لي ان شاء الله تعدى برحمة تبقى قاعد. هذا جيب هذا هذا اكبر من هذا امبارح قال له ما دام انا جبت كل تونس وخلصت خذيت شهريتك برج لي صاحبي اعطيني 25% ساعه وهم يحكوا في الموضوع قسما يورفي في العالم صافا شهريتكم يخدم معايا من نورمال ما يعطيني على خاطرش ندخل في الموضوع مش لازم ندخل فيه الموضوع هذا قلت لك 25 كثير بعد الميكرو سافا شهريه سافا تعيش وتفضل حاجه باش تعاود داركم سافا وربنا هذاك كل مدام والله كان حقه هو ثم امور ما خلوش ما عنديش حساب امور عائلية. كيفاش تنصحوا الشباب العاطل عن العمل يمشي يدبر يسعى يسعى يفركس على خدمه والله يشوف بلا لحظه لا صدقني اللي يحب يدبر الفلوس يخدم ارويت او بدك يلم البواط يلم الكانيت المهم يجيب فلوس تونس راهي فيها فلوس تنجم تخدم صانعة تنجم تخدم كل شيء مية طعم المخ والفلوس اللي تدبرها وتتعب عليها لازمك تعرف وين باش تحط راهي تونس فيها فلوس تنجم تخدم تخدم على روك تعيش مسطور وتلبس تحب عليه مش لازم انا كل ثلاث شهور ولا شهر نشري سبيدري بميامي خويا تحب نلبس دورجين نعم ثلاث شهور اربع شهور ما نلبس حتى شيء نخدم نمشي بحوايج الخدمه راهي فيها فلوس تونس مش لازم انا ريت ايطاليا وفرنسا وما نعرف شنو راهي ماهيش حلمي وماهيش طموح قسما بالله تجيني والمنقالة من الاخر وقادر يمشيلها زاد شنو تنصح الشباب العاطل عن العمل؟ ولا ننصح باش يمشي يخدم على روحه وانا باش يمشي يفركس على خدمه باش يمشي يفركس على خدمه باش يمشي يخدم على روحه راه ما فماش يقول لك تونس ما فيهاش خدمه فيها خدمه راهي تونس وين يمشي اي نهج يدخل فيه راهو ما يحشمش خويا والسلام عليكم نحب نخدم راهو يخدمك راه ما فيهاش عيب عبيد تحشم عبيد ولات مش عارف انا خويا استنست بالبركه عبيد ما عادش منجمة تخدم انا يعني خويا راك اليوم مبطل من الخدمه هذيك راه نقعد نخدم في خدمه ما خير فهمتني ما نحبس الجمله لازم ديما نخدم ديما ننتج ديما فما الفلوس ديما الحمد لله ربي مستوري مانيش نبقى جيعان انا في كرشي ما دام ربي خلقني عندي دين عندي ساقين باش نخدم خويا والحمد لله ربي باش نجيب الفلوس وباش هذا ما دامك صغير إيه انا بالنسبه لي انا شنو نقول للشباب وللشعب بصفه عامه راي تونس تسعى تلقى ماكش تعيش في الاوروب باش تصبح ريق تقوم تلقى فلوس والدوله تعطيك شهريه من فوق انت تونس لازمك تسعى تلقى ما تسعاش ما تلقاش زاد لازمك تقوم بكري الصباح بكري وتمشي تلوج وتخدم على روحك وباللي هو باللي هو تلقى تبيع بس كان هي اللي هو تخدم نطر فرند تي اي موضوع يقولك نظف كيسرك تنظف وتخدم على روحك انت ريت بالنسبه لي انا اي خدمه نخدمها ديما تكون لي تجربه باش الخدمه اللي من بعدها نخدم ما خير ونعطي ما خير وناخذ ما خير زيد ان شاء الله ربي يوفقكم الاولاد وربي يعينكم.